حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية الأستاذ حسن رادي. بعد التحية طبعا، ما هو يعني تعليقك، أو بالأحرى ما هو يعني قراءتك حول دعوة أحد أعضاء مجلس العموم البريطاني بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية؟ نعم، تحية طيبة. أعتقد طبعا هو حدث مهم، لطالما الآن بدأت الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا بهذه التصريحات والمواقف الأخرى تضطرب إلى الموقف الأمريكي، خاصة في فترة إدارة ترامب، وهذا مؤشر كبير، وأنه على أن النظام الإيراني بدأ يدخل عزلة إقليمية ودولية كبيرة لم يسبق لها في تاريخ النظام الإيراني، لأنه بدأ يفقد حتى حلفاء هؤلاء الدول الأوروبية التي وقفت إلى جانب النظام الإيراني في الاتفاق النووي وعارضة الولايات المتحدة الأمريكية. ها هو النظام الإيراني يعني يقوم بعمليات إرهابية ويستهدف أمن واستقرار الدول الأوروبية، وهذا ما يعني حرك الدول الأوروبية والممثلين في البرلمانات وكبار الشخصيات إلى التحرك الدولي والجدي للضغط على طهران حتى تتراجع عن سياساتها الإرهابية في المنطقة وفي العالم بشكل عام. لذلك أنا أعتبره مؤشر مهم وخطير، وستتبعه خطوات أخرى كانت في بريطانيا أو الدول الأوروبية الأخرى. نعم، هذه ردود الأفعال خاصة آخرها الذي كان من قبل مجلس يعني العموم البريطاني، ولكن في اعتقادك سيدي كيف يمكن قطع أو القضاء على أذرع الجماعات الإرهابية التابعة لإيران في المنطقة؟ أنا أعتقد طبعا فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا انضمت إلى هذه العقوبات الدول الأوروبية وخاصة دول منطقتنا العربية، أنا أعتقد هذه عامل مهم لقطع أذرع إيران، لأنه تلك الأذرع وتلك الميليشيات الإرهابية تعتمد على الأموال الإيرانية، تعتمد على التدريب الإيراني، تعتمد على الأسلحة الإيرانية والصواريخ الإيرانية، وفي فرض العقوبات أنا أعتقد النظام الإيراني لا يستطيع تمويل تلك الميليشيات، وبالتأكيد سيتراجع دورها بشكل كبير. هذا من جانب، الجانب آخر الضغط على إيران وجعله يكون في عزلة إقليمية ودولية، وقطع العلاقات ليس فقط الاقتصادية حتى السياسية والدبلوماسية. هذا سيجعل النظام الإيراني يتراجع عن تلك السياسات التي أنحقت الأضرار ليس فقط للشعوب في داخل إيران بل لشعوب المنطقة والعالم أجمع. نعم، من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية الأستاذ حسن رادي، شكرا جزيلا لك.